عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. عليكم جبت معايا اسمي جهاد بن علوش اخت احسان. المهم انا يا اختي الكبيره اش غادي نديروا جهاد؟ يلا هضري هضري. اليوم درنا واحد باغي ندير واحد الفيديو اللي على الحجاب، على قصتنا كيفاش حتى درنا الحجاب وتجربتنا يعني على الحجاب. كنظن بزاف ديال البنات كيعرفوا قصتي مع الحجاب، ولكن انا دابا غير غنلخصها وجهاد غتحكي لكم على تجربتها مع الحجاب حتى هي، كيفاش درنا الحجاب الى اخره، باش ان شاء الله ان شاء الله نتمنى انكم تقدروا تستافدوا من تجربتنا حنايا. ويا ربي يا ربي القبضه ديال البنات يكونوا دايرين الحجاب. ديروا ليها سبسكرايب لاشين ديالها وديروا لايك وبقاو ديروا لايك 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 وديروا شير وفولو في انستغرام وشيروا كلشي. المهم كاع هاد الروابط غادي يبانوا في صندوق الوصف اذا بغيتوا تتواصلوا معنا يا بنات، لان هاد الفيديو مخصص للبنات. كنتمنى انه ما يمشيش في منحى معاكس، ما يتنشرش بحال ديك النهار بحال، لان اتس شي. فاذا بغيتوا انكم تعرفوا على قصتنا مع الحجاب فبليز كيما هادشي بقاو تفرجوا في هذا الفيديو. ويلا نبدا. جهاد، بما انك انت الكبيره فانت اللي غادي تبدا بقصتك. ما قصتي مع الحجاب هو ان كنت انا معجبه بالحجاب من صغري، وانا لا خبارك صح والله كنت معجبه بالحجاب بالحق. كنت كنديرو مثلا كنبقى 3 شهور، يعني في الرابع والخامس كنت كنديرو كنبقى 3 شهور مثلا وكنحيدو حكم اني معجبه براسي ولابس حجاب. كيعجبني نشوف الشدات ديال البنات كيفاش كيديروا الشعر، وهذه ما يمكنش على العقل الصغير ملي كنشوف البنات دايرين بحال هكا كنقول علاش حتى انا ما نديروش، فكنحيدو. وكان الوالد ديالي ديما كيخاصم عليا كيقول لي يا اما ديريه يا اما حيدي، ما تلعبيش فيه. ما تلعبيش فيه. وبلاتي انا بعدا قبل من هذا الشيء اللي كتقولي، انا فاش كنت صغيره كنت ما كانش كيعجبني اصلا الحجاب، كنت كنقول ما غنديرش الحجاب فاش نكبر وفاش نكون اعلاميه ما نديرش الحجاب. هكا كنت كنفكر الى غايه ما جات واحد الاستاذه تحدثنا على الحجاب. انا ما عمري ما كنت كنديرو 3 شهور ولا شهرين ولا شهر، ما عمري ما درتها، فقط يعني المره الاولى اللي درت الحجاب فهو اللي بقيت عليه الى هي بقات هي بقات عليه. انا كنت كنلعب فيه شويه وانا درته قبل منك. درته قبل مني بالنهار حيت انا كنت كنحيدو، ومي شفتها هي دارته قالت لينا صافي انا غندير الحجاب ما ديتها النفس علاش صغار مني ودار الحجاب فاضطريت انا ندير الحجاب. انا من النوع اللي كنت كنحماق على السراول، يعني كنت سابع المستحيلات اني غنلبس شي نهار صايع او نلبس زيف طويل او نلبس كسوه، او يعني كنت كنموت على السراول. انا ديما ماما كتخاصم معايا. انا كانوا كيعجبوني، هي كانوا كيعجبوني الصايات انا لا، كنت كنقول ليها جاد مازال غادي يعجبوك الصايات، لان انا كانوا كيعجبوني كنتي تقولي لي مستحيل. حتى للسيزيام، سيزيام اللي صافي بدلت بشحال من حاجه في حياتي، و فاضطريت اني نلبس الصايات، وعاد ولات احسن كتلبس هي الصايات. انا اتفقت انا صاحبتي كوثر، حبيبتي كوثر الشوار، تحية لكوثر. انا وكوثر اتفقنا اننا نبقاو نلبسو غير الصايات، وقلنا انا وياها نطورو انفسنا بالحجاب ماشي حنا نطورو الحجاب. دابا بغيت نسولك جهاد على الصعوبات اللي واجهتي، يعني نقدروا نقولوا اللي واجهتي فاش كنتي دايره الحجاب ولا في البدايات. في البدايات ملي كنت صغيره هي اللي كيكون نوعا ما شويه صعوبات بحكم انك صغيره وكيشوفك دايره الحجاب هي معقده. ودي شحال سمعت هاد الكلمه تقهمت بها والله الا تقهمت بها هاد الكلمه بعدا معقده معقده حياتي كامله وانا كنسمع هاد الكلمه معقده. الحر اللي كنت كنواجه هو اني كنت كنحس بالصهد فاش كنت صغيره، مي الحمد لله من صافي درنا الحجاب يعني نيشان ما كتوليش كتحسي بهذاك الصهد اللي كاع نهائيا نهائيا. كنحلف لكم ان الحر ما كتبقاش تحس به. انا دابا يمكن الا حيدت الحجاب غادي نحس بالحر، ما فربي كينزل علينا هذيك البروده بحكم حنا دايرين الحجاب. الله عز وجل دائما تفكروا ديروا الحجاب الله عز وجل داكشي اللي كاين.
وصافي هادو هما الصعوبات. انا ما واجهت الصعوبات بزاف في حياتي. انا سولي احسان لي واجهت الصعوبات بزاف في حياتي. انا بالنسبه للصعوبات اللي كنت واجهت، انا كان عندي بزاف ديال الناس كيكرهوني. تحيه ليهم من هنا. انا كان عندي بزاف ديال الكارهين صراحه، ما نكذبش عليكم. ديما كانوا الناس ما كيحملونيش وهكاك بزاف ديال الحاجات. من بين الصعوبات انا اللي واجهت، كانوا كيخرجوا عليا اشاعات، واخا الخامس ابتدائي كيخرجوا عليا اشاعات هاد البنت راه ما كتحيد الزيف، ها كتفلع علينا، راه شتها ودرتها وهكا، وما ما شافوني ما والو، كان كلشي كذب. وثاني حاجه كانوا كيحيدوا ليا في الزنقه، يعني الا كنت غادي بوحدي كيجيو كي مثلا شحال كنعقل من واحد حيد ليا الحجاب من بينهم، واحد الدري حيدوا ليا، كان في بيكاره حيدوا ليا بحال هكا، وشحال بكيت وتفقست. كنت كنقول علاش ما عنديش الزهر مع الناس، لان دائما انا ما كانش عندي الزهر مع عباد الله، ما فهمتش علاش. انا كنت مشهوره في المدارس. انا لا وانا كنت ديك انا كنت داك الشخص اللي ما كيهضرش بزاف، حشومي اكثر من القياس جهاد. لا جهاد انا من حاله فما مولبك جهاد كانت غير كضحك. دابا ماشي تقلبات الايه، ولكن المهم دابا شويه تعادل معنا. دابا ولات احسن، ولات متفسحه دابا. ف نصيحتك اش هاد البنات؟ نصيحتي للبنات، احسن البنت تبدا بشويه بشويه، يعني من درجات باش توصل، حيت هكا حياتنا حنا، من قميجه طويله شويه للكسوه لصايه. المهم وهي غدا كترتقي، حيت حنا ملي كنكونوا كنسمعوا للشيوخ وكنسمعوا زعما الدعاه اللي كيدعوا للدين، كتكون فينا واحد الحماس اكثر، ولكن غير كتنقاطع على داكشي ما كتبقاش تفكر. فهذا هو المشكل اللي كيكون عند البنات، وانا كنصحكم هادشي اللي غنقول لكم، يعني دي بشويه بشويه وان شاء الله ربي يسر لك. انا نصيحتي لكم الحجاب جميل جدا والله الا زوين، ماشي فقط لباس، ماشي بالعكس، كتحس بواحد الراحه داخليه. مثلا انا الى نهار ما مستحيل، انا مستحيل دابا مثلا كتقولي لي المستحيل تسمع، انا كنقول لكم كاينه وحده اخرى تمنية انني انا نخرج بلا حجاب، وكنقول غادي نتسمم سطيه الا شي نهار شفتوني بلا حجاب، يعني غنكون خرجت على عقلي باش زعما عاد تقبلوها. فبصراحه بحال كتعلق بهذا الامر بزاف. سبحان الله العلي العظيم. اي والله يثبتنا والله يهدينا ان شاء الله يا ربي، وثبت كاع البنات المسلمين يا ربي، وان شاء الله كاملين من خلال هذا الفيديو ان شاء الله نلقاو بزاف البنات تشجعوا يديروا الحجاب، تشجعوا يلا والله الا زوين، وقلبوا عليه. ما تقولوش ليا مثلا شحال من بنت كنسولها كتقول ليا ايوا انا راه كاع ما مقتنعه مازال بالحجاب. راه الحجاب ماشي غير يهبط لك من السماء وتقتاني، خصك انت تقلبي باش تقتاني. يلا دابا كنبغي نقول لكم الى اللقاء، نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. الى بغيتوا انني مازال ندير فيديو مع اختي جهاد قولوا علينا، وبالنسبه